الأزمة الاقتصادية دي عمليا بدأت من إمتى؟ بدأت من 24 فبراير سنة 2022 لما بدأت الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا في أوروبا، صح؟ طيب إيه علاقة ده؟ واحدة واحدة عليا كده، إيه علاقة 24 فبراير 2022 بحاجتين رئيسيتين؟ واحد، مشروع قومي عملاق للصوامع، أي تخزين الحبوب بأحدث الطرق اللي معمول بيها في العالم. طيب وإيه كل ده من قبل الأزمة بكتير، وإيه علاقة ده بمشروع قومي لزيادة الرقعة الزراعية المصرية بشكل عام، وبزيادة الرقعة المزروعة قمح بشكل خاص، وده برضو من قبل الحرب في روسيا وأوكرانيا، ما بين روسيا وأوكرانيا، ومن قبل الكورونا؟ هو مثلا مصر كان عندها البلورة السحرية فشافت إن في كورونا؟ أظن العالم كله اتفاجئ، صح؟ طب هو مصر كان عندها بلورة سحرية فشافت إن في حرب؟ أظن العالم برضو كله اتفاجئ، صح؟ طيب ومصر اشتغلت على المشروعين القوميين دول تقريبا قبل الكورونا بحوالي 4 سنين، اظن 18 او 17 حاجه زي كده. فيبقى السؤال ليه مصر قالت انا عايز اوسع الرقعه الزراعيه بتاعتي؟ ليه مصر قالت انا عايز ازود من انتاج القمح؟ ليه مصر قالت انا عايز اعمل مشروع عملاق للصوامع؟ بمنتهى البساطه، لانه مصر عايزه قدر الامكان تعمل أمن غذائي حقيقي لمواطنيها. وفي قول آخر إنه أو في قول آخر إنه يا سلام لو قدرت إن أنا أوصل للاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح، وبالتالي إذا حصل أي شكل من أشكال الأزمات أبقى أنا دايما مستعد، بنتج وعندي قدرة واسعة على التخزين. من ناحية تانية أنا عايز أقلل حجم المنصرف من العملات الصعبة بتاعتي. طب عملنا إيه أصلا؟ أو عملناه إزاي؟ أو إيه المستهدف؟ خلونا هنا نستقبل على التليفون دكتور رضا محمد، مدير معهد المحاصيل الحقلية ورئيس الحملة القومية للقمح. أهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم، ازي الصحه؟ حياتي بيك الساده المشاهدين. حياتنا ليك يا دكتور، منورنا ومشرفنا. انا عايزين نفهم يا فندم احنا بنعمل ايه فيما يتعلق بزراعه القمح تحديدا في مصر. بداية تحيي حضرتك وتحيي حضرتك السادة المشاهدين. الله يخليك يا فندم. ملف الامن البدائي يا فندم بيجي اهتمام للقادة السياسية في العالم، يعني المفروض في خمسة رئيس يقول الكلام غير عادي بالتفاصيل الفضية وعلى طول طبعا الأمن. على الرغم من التحديات الموجودة الفترة اللي فاتت من جائحة كورونا وتغيرات مناخية وأخيرا الحرب الروسية الأوكرانية واللي أثرت بظلالها على جميع قيادات العالم، فما كان مننا احنا انها لابد يكون في اهتمام بالمحصولة الفضية وعلى رأسهم طبعا الأمن. عظيم. القمح طبعا كان السنة اللي فاتت كان حوالي تقريبا مساحة القمح المزرعة كانت السنة اللي تقريبا من 3650,000 فدان. 3,650,000 فدان. ماشي. بمقارنة بالسنة اللي قبلها في زيادة، السنة اللي قبلها كانت 3.4 بزيادة 250,000 فدان. التوجه السنة دي التارجت بتاعنا ما يصل حوالي في زراعة حوالي 4 مليون فدان. التارجت بتاعنا السنة دي في الموسم الشتوي 23 هيخش في حوالي تقريبا ما يقرب حوالي 4 مليون فدان. ده يجيب لنا تقريبا في متوسط إنتاجية 3 طن فدان، يعني بتخش حوالي 12 مليون طن. يعني دخلنا في حاجز، كسرنا حاجز 50، دخلنا في الحاجز 55% من احتياجاتنا. وده الهدف الاساسي في الاستراتيجيه بتاعتنا من 2025 2030. اوصل التارجت بتاعي في التنميه المستدامه الزراعيه 2025 ان اوصل في التارجت بتاعي ان انا اتصدر 60% من احتياجاتي. 2030 اوصل ما يقل من 65 ل 70% من احتياجاتي. ده هيتم ازاي يا فندم؟ ده بيتم على مقاده محور التنميه. معايا يا يوسف دي؟ معاك يا فندم بسمع. محمد التنميه الاولاني طبعا احنا كنا بنتكلم، كنت سامع سعادتك كتير بتتكلم بالنسبه للمشاريع القوميه الكبيره، ودي طبعا بتتكلم من خلال فخامه الرئيس بيقول اهتمام بيها ان احنا نعمل توسعات والتنمر التنميه الافقي، ان انا ازود مساحات جديده. ال 240,000 اللي زادوا من السنه اللي فاتت السنه اللي قبلها، واللي السنه دي هيزود حوالي 150,000 فدان
مقارنه بالسنه اللي قبلها. كل دي مشاريع او مساحات بتضاف من خلال المشاريع القوميه الكبيره اللي موجوده في الوادي الجديد، موجوده في توشكا، موجوده في شارع عوينات، موجوده في شمال وسط سيناء زي ما سعادتك تكرمت من شويه، موجوده طبعا في المشروع الكبير الضخم في مشروع مستقبل مصر بطريق ضبع. كل دي مساحات بتضاف من خلال المشاريع القوميه عشان نقدر نوصل للهدف والتارجت بتاعنا في تحقيق الامن الغذائي للشعب المصري. ده محور التنميه، وان كان بيتكلف لميزانيه الدوله بيبقى عائق او بيتكلفها اجهاد كبير جدا في الماديات بتاعتها عشان نقدر نستطلع اراضي ونضيف من خلال المشاريع القوميه الكبيره مساحات عشان نقدر ندبر احتياجاتنا بقدر الامكان من المحصول الاستراتيجي. على الجانب الاخر في محور لا يقل اهميه عنه ولا تعظيم الانتاجيه. عظم الانتاجيه في وحده المساحه في داخل الوادي والخارج. دي بيتم من خلال ان انا بتم من خلال معهد المحصول الحقليه مركز بؤوس زراعيه تبع المركز تبع وزاره الزراعه ان انا اكون اوريدي بجهز باستنبار اصناف تزول في جميع انحاء مصر وتتعرض على الرغم من تعرض لظروف البيئه القاسيه زي مثلا درجه حراره 40 في توشكا الا انها بتؤدي اداء كويس جدا ومحصول عالي. بتؤدي اداء كويس في اراضي متاثره الى حد ما بالملوحه، ممكن متاثره الى حد ما بنقص ميه، بتزول في ظل انظمه الري الحديث. كل دي اللي هي مشكله الايه؟ تعظيم الانتاجيه. كل ده اكون جاهز باستنباط مجموعه من استنباط الاصناف اللي تقدر تضاهي الظروف المناخيه، وعلى الرغم من ذلك انها بتديني من المحصول العادي. ده مهمه المعهد المحصول الحقلي. عظيم، ده كلام محترم جدا. في حاجه ثانيه جميله كمان بنعملها بقالنا فتره، كان برضه معالي الوزير كان وجهنا بحمله القوميه اللي هو محصول القمح، ان انا اقدر ازاي اوسع او اعظم الانتاجيه من خلال برضه ان انا اضاعف عدد التطوير والتجمعات الارشاديه اللي بيتم فيها الحقول الارشاديه والتجمعات الارشاديه. كانت السنه اللي فاتت 3500 حقل وتجميع ارشاديه، معالي الوزير وجه ان احنا نضاعف المساحات او نضاعف التجمعات القطور الارشاديه عشان توصل ل 7000 حقل وتجميع ارشاديه موجودين في جميع قرى مصر ابن بحر مصر. الهدف منها ايه يا فندم؟ ان انا امارس فيها الممارسات الزراعيه واعرف استاذ اخواننا المزارعين بالاصناف الجديده وازاي يتعاملوا بالتوصيات الفنيه والممارسات الزراعيه بدايه من اختيار الارض المناسبه الطرف المناسب في ميعاد مناسب تبع سياسه تنميه مرورا بجميع مراحل النمو النبات حتى الحصاد. انا بقوم بتواجد في مدارس حقليه موجود معاه بالادوات حقليه ارشاديه عشان اودي اخواننا المزارعين ازاي يتعاملوا مع الاصناف الجديده والتوصيات الفنيه المثاليه، وده الحمد لله متوفره في جميع قرى مصر من خلال الحمله القوميه اللي بتكون موجوده بساده باحثين في مختلف المعاهد المعنيه عشان نصدق المعلومه ونوصل المعلومه لاخواننا المزارعين. طيب ده كلام حلو جدا. ده من خلال في محور التنميه افقي ومحور التنميه راسي. في محور التنميه الاخر في برضه اللي هو تقليل الفقر. تقليل الفقر ازاي اللي حضرتك كنت سامع سعادتك بتتكلم فيه اللي هي الساعه التخزينيه. ايوه. الساعه التخزينيه لحد وقت قريب كانت 1.5 مليون تم. النهارده عندي ساعه تخزينيه ولا يقل عن من 5 ل 6 مليون طن. وده ما كانش موجود قبل كده. وده اللي نفعنا اكتر لما حضرتك اتكرمت بتتكلم من شويه بتتكلم في الحرب الروسيه الاوكرانيه. الحمد لله يمكن عندنا مقصود استراتيجي مخزون استراتيجي كافينا 6 شهور قبل بعد ما حصلت الحرب، والحمد لله ما تاثرناش باي مشكله. وده ما كانش موجود قبل كده. الحمد لله يمكن في خلال الفتره اللي فاتت دي الحمد لله يمكن عاملين في الاستراتيجيه بتاعتنا والحمد لله محققين فيها التارجت على المحصول المستوى المحصول الخصوصيه زي القمح زي الذره زي الفول الصويا دوار الشمس. الحمد لله شغالين في جميع المحاصيل ومحققين فيها التارجت ان شاء الله الفتره الجايه. طيب محاصيل الجديده يا فندم هيتفضل يا فندم. لا انا لا اكمل كلامك يا فندم وانا هسال في الاخر. اتفضل يا فندم. لا يا فندم اتفضل. انا كنت هسال انه دكتور رضا كرجل عالم في هذه الامور وفي نفس الوقت كرجل مسؤول عن هذه الحمله القوميه للقمح، قلت لي تاريخ، قلت لي مستهدف باذن الله 2030 نكون غطينا 70% من حجم الاحتياج المحلي، صح كده؟ تمام. ودي شهاده علميه، فيجي السؤال احنا ماشيين في هذا المسار بثبات يا دكتور؟ تمام الحمد لله. بص يا فندم لما نيجي نتكلم بحلوة بسيطه كده، احنا بقالنا كتير في سنين كتير بنعمل سياسات لكن للاسف بنعملها على الورق ما بتتطبقش على الواقع، لكن احنا بقالنا كام سنه الحمد لله كل واحد بيمارس مسؤولياته في ان هو في كل واحد بيكون مسؤول في جزئيه من الاستراتيجيه الموجوده 2025 2030 وبيتم المحاسبه
ازاي انت اتحققت في ايه وما حققتش ايه، واللي ما اتحققش ما اتحققش ليه؟ طبعا. فالحمد لله يمكن بكلم حضرتك يمكن لحد وقت قريب احنا اول مره في تاريخ مصر نخسر حاجز ال 2.5 3 مليون فدان. احنا بنتكلم السنه اللي فاتت كانت 350,000 فدان، السنه دي داخلين في تارجت 4 مليون فدان، وده اول مره يحصل في انجاز تاريخ ما حصلش في تاريخ مصر احنا وصلنا للبتاعه دي. اللهم زيد. وعلى الرغم احنا بنزع. اللهم بارك. اللهم زيد. اللهم بارك. بنتكلم في 12 مليون طن. ان شاء الله. 12 مليون طن، احتياجاتنا بتطلع ما يقل من 18 ل 20 مليون طن. لما تيجي نتكلم في حاجه 55 وان شاء الله في خلال سنه ولا اثنين نوصل 2%، ده انجاز ما حصلش في تاريخ مصر على الرغم من تعداد السكان اللي بيتضاعف بشكل غير طبيعي. بيتزايد طبعا طبعا. طبعا. تقريبا. هل كان بيتم قبل كده زيادات المساحات في المشاريع الحكوميه؟ كان بيتم زيادات مساحات المزارعه جديده تضاف، يعني المساحه المزارعه عندك تفوت ثلاثه مع الزياده السكانيه، ما كانش بيحصل الكلام. صحيح. أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر لدكتور رضا محمد مدير معهد المحاصيل الحقلية، ده تخصص الدكتور، ورئيس الحملة القومية للقمح.